هي مع السعودية قلبا وقالبا ونوما، فأن المصير واحد، وأن المفروض علينا أن نقف وقفة رجلا واحد، وأن نتعازر بصح ونصح وإخلاص. على مر السنوات والعقود كانت العلاقات بين المملكة ودولة الإمارات نموذجا يعكس وشائج الأخوة والشراكة التي تترفع عن أي مصلحة ذاتية، وتبنى دائما على كل ما من شأنه أن يوطد هذه العلاقات، حتى أن أصبح المواطن السعودي يعتبر نفسه إماراتيا والإماراتي يعتبر نفسه سعوديا. والمتابع لتاريخ دول الخليج العربي وقت السلم والحرب وقت الشدة والرخاء يرى أن المملكة والإمارات صنعتا التاريخ في الكثير من الأحداث والوقائع، لا سيما في ظل تشابه العادات والتقاليد والتفكير والأولويات، وهو ما أوجد مناخا ملائما لتعميق هذه العلاقات وتعزيزها. علاقات اليوم تمثل ركنا أساسيا من أركان الأمن الجماعي في مجلس التعاون لدول الخليج والأمن القومي العربي، خصوصا مع التوجهات الحكيمة والمعتدلة والمواقف الواضحة والتعاضد من أجل تعزيز الروابط على كافة المستويات. وبين الحاضر والمستقبل تجسد اللقاءات المتتابعة بين قيادة الدولتين والتفاهم والود الذي يسود هذه اللقاءات، تجسد حلم شعبي الدولتين في التآلف والتقارب. كما لا يمكن إغفال الرعاية الأبوية التي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، والتي تطغى على المشهد وتكسر المراسم والبروتوكولات في أي لقاء بينهما. وبين الأمس واليوم تظل العلاقات السعودية الإماراتية وتكاتف قيادتي وشعبي البلدين مسارا موحدا عنوانه أقوى صور التلاحم لمواجهة كافة التحديات. لبرنامج هنا الرياض، فهد بن شليل.